وللحديث أكثر عن احتمالية سقوط النظام السياسي في العراق مع الأزمة النفطية واستمرار خروج التظاهرات الرافضة للعملية السياسية، معنا من إسطنبول عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين. كم الله. لماذا بات انهيار النظام السياسي في العراق أمرا حتميا لا مفر منه كما تقول الصحافة مؤخرا؟ ما الأمور التي أوصلت الأمر أو النظام السياسي إلى هذه النقطة؟ يعني هناك مؤشرات لسقوط النظام في العراق أو أي نظام آخر في العالم، عندما يقتل هذا النظام شعبه، عندما يكون هذا النظام يعني الطبقة السياسية العليا في البلاد أو القائمة على حكم البلاد هي طبقة فاسدة، عندما يهجر شعبه، عندما يكون عدد المعتقلين مئات الآلاف، عندما يعجز عن بناء الدولة ومؤسساتها، فبالتالي هذه كلها مؤشرات على إسقاط هذا النظام. وما يجري في العراق كل هذا ينطبق عليه، من قتل الشعب العراقي إلى الفساد، إلى نهب المال العام، إلى تهجير الشعب، إلى التدمير، إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها وبنائها التحتية. فبالتالي لا يمتلك مقومات البقاء إلا من خلال الدعم الخارجي، والدعم الخارجي يبدو أنه هناك مؤشرات على يعني تغيير رأي الدول العالم وخاصة الولايات المتحدة في هذا النظام، وخصوصا اليوم يعني كان تقرير للبنك المركزي البنك الدولي أنه يمتنع عن يعني تقديم قروض للعراق أيضا لسبب الحالة السياسية اللي موجودة في العراق. فأعتقد هناك مؤشرات على سقوط النظام وكلها منطبقة عليه. نعم، بالنسبة لموضوع الحكومة ومحاولات الإصلاح، هل كان بالإمكان أن تقوم الحكومة بالإصلاح في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ لا يمكن ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بأي إصلاح. كيف الحكومة تقوم؟ لا يمكن ذلك. كيف الحكومة تستطيع القيام بإصلاح ولديها ميليشيات أقوى من الدولة نفسها؟ بل هذه الميليشيات هي من جاءت بالحكومة وتستطيع عزلها خلال ساعات. هذا الكلام عن الإصلاح يجب عندما تكون هناك حكومة مركزية قوية تستطيع أن تفرض القانون على الجميع وتكون متواجدة في الميدان والأرض. كيف لعنصر بالحشد يسيء إلى وزير الدفاع؟ كيف لعنصر في الحشد يسيء إلى رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة؟ كيف تستطيع أن تقوم بإصلاحات؟ كيف لمؤسسات أمنية تقتل الشعب وتسرق المال العام وتهرب النفط والمواد الأخرى؟ من أين تأتي الإصلاحات يعني؟ فهذا الكلام حقيقة هو الاستهلاك المحلي والإعلامي عن قضية الإصلاحات في العراق. أستاذ حسين، إلى أي مدى أثر فقدان العراق للقرار السياسي؟ نعرف أن القرار السياسي في العراق ليس قرارا مستقلا، هو قرار مستلب. كيف يلعب هذا الموضوع دورا في التوقعات بانهيار النظام؟ يعني عندما تكون الدولة أو الحكومة فاقدة للإرادة السياسية، هنا يقابلها فقدان الشعب ثقته بهذه الحكومة. هي عملية متبادلة، كلما يكون الشعب لديه ثقة كاملة بالحكومة كلما تكون الحكومة أقوى لأن شرعيتها أوسع. اليوم الشعب العراقي بعمومه لا يثق بالقرارات السياسية التي تصدر عن الحكومة، لأن هناك شبه ولاية أو نظام امتداد في العراق من خلال إيران والولايات المتحدة المتحكمين الرئيسيين في العراق. فبالتالي الشعب العراقي اليوم ما عنده ثقة بهذه الحكومة، ولا عنده ثقة بإصلاحاتها السياسية التي يعني تتكلم عنها كثيرا. المشكلة في الشارع، السيطرة للسلاح الممتلك للسلاح الميليشيات هو الذي يتحكم وهو الذي يقتل، وهذا الأمر لا يدوم ولا يمكن لدولة أن تدوم بهذه الطريقة. ماذا عن الأحزاب السياسية؟ كيف ساهمت في زيادة الحنق الشعبي على الحكومة والأداء بشكل عام، حتى في المناطق التي قالت سابقا بأنها كانت بمثابة حواضن شعبية لهذه الأحزاب؟ يعني إذا كل حزب لديه ميليشيا خارجة عن الدولة تمارس دورها بعيدة عن كل مؤسسات الدولة، كيف ماذا سيكون؟ هذه الأحزاب ما هي إلا أجنحة سياسية لهذه الميليشيات، وهذه الميليشيات ما هي إلا أجنحة عسكرية لهذه الكتل الأحزاب السياسية. لكن اليوم علينا أن ندرك بأنه الشباب والثوار في تشرين أغلقوا جميع هذه الدكاكين السياسية، خصوصا في وسط وجنوب العراق وخاصة في مدينة الناصرية. فإذا فقدت هذه الحاضنة الشعبية، هذه الأحزاب فقدت الحاضنة الشعبية، وهذا تحول مهم، لأنه عندما تضرب العمق الاستراتيجي لأي حزب وتضرب الحاضنة مالته ويفقدها،
آنذاك سيتحول هذا الحزب إلى دكان مغلق وليس حتى دكان. نعم. كان هناك أيضا سوء إدارة وتفريط من قبل العملية السياسية بالنفط، وبيع النفط مقدما دون الأخذ بالحسبان بفروقات الأسعار والارتفاع بالأسعار. كيف سينعكس على استمرارية النظام الذي فقد تقريبا معظم موارده؟ يعني بيع النفط مسبقا هذا قرار لا يوجد إلا في العراق وبعض الدول التي تهيمن عليها القوى الخارجية. كيف لنفط يباع مسبقا وعامل الأسعار متغير، خصوصا يباع في فترة عندما هبطت الأسعار في وقت بداية كورونا، وإضافة لذلك أنه لم يباع بسعر السوق في تلك الفترة عندما كان السعر 40 دولار، لم يباع بهذا السعر بل بأقل أيضا. زد على ذلك الميليشيات اليوم تهرب النفط بأقل من نصف السعر في يعني السعر العالمي. فإذا وأهم وارد مالي للاقتصاد العراقي هو النفط العراقي، فبالتالي اليوم يعني احنا امام عملية نهب فوضوية حتى وليست منظمة، اصبحت فوضوية. نعم. كاملة. نفط يباع مسبقا ومشاريع يعني وهمية ويعني ميزانية انفجارية دون موجود شيء على الارض من فعل، موظفين فضائيين، قوات وميليشيات منفلتة بالشوارع وتقتل المواطنين، كل هذا يؤدي إلى أنه هذا النظام لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يحكم شعبا مثل العراق. شكرا لك الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي.